ونقف اليوم ونحن أمام مرحلة مفصلية وهامة في ترسيخ الاستقرار ومفاهيم الخدمة والإعمار. لذا أشير إلى عدد من الأولويات التي يجب أن تكون حاضرة في المرحلة المقبلة. أولاً، الأولوية السياسية. يجب أن تكون أولويتنا السياسية متجهة نحو الاستقرار السياسي والمجتمعي في البلاد، فلا أمان ولا بناء ولا إعمار من دون استقرار وثبات وديمومة لذلك الاستقرار. ومن أبرز مقومات الاستقرار هو تكوين تحالفات سياسية قوية رصينة في رؤيتها السياسية وحازمة في تنفيذ مشروعها الخدمي. فالتحالفات السياسية القوية المتماسكة هي أساس العمل السياسي الناجح ومعالجة الأخطاء، وهي أهم ركائز مراكمة النجاح ومعالجة الأخطاء والتجارب السيئة. لقد قطعنا شوطاً كبيراً في استعادة الريادة السياسية للمكون الأكبر ولأبناء شعبنا كافة من خلال ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل حكومة قوية خدمية تعمل على تثبيت أسس الاستقرار السياسي واستعادة ثقة المواطن بنظامه السياسي من جديد. ولا بد من العمل الجاد والمضاعف نحو تقوية أواصر المعادلة التي ساهمت في تشكيل حكومة الأخ السوداني وتعميم تجربتها في الحكومات المحلية المقبلة. يجب ألا نسمح بالعودة إلى مربع الاختلاف والتناحر السياسي.